الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذه الترجمة ترجمة عظيمة في هذا الكتاب المبارك، عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عظيم نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وشدة حرصه صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي أهم المطالب الذي هو زبدة الرسالات توحيد الله عز وجل، حمى النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، حمى التوحيد وسد كل ذريعة، سد كل ذريعة تفضي إلى الإشراك بالله عز وجل. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية هي عناية عظيمة بالتوحيد وصيانة له وإبعاد له عن كل ما يخل به من النواقض أو النواقص. فهذه الترجمة فيها حرص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أمته بأن حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الإشراك بالله. قال: ما جاء، أي من الأدلة والنصوص في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام، والمصطفى من الاصطفى وهو الاجتباء، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفاه الله عز وجل واجتباه وشرفه بأن بلغه أعلى الرتب، واختصه بأنه أفضل رسله، وأنزل عليه أفضل كتبه وأعظم شرائعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله جناب التوحيد، الجناب هو الجانب، يعني مقام التوحيد ومكانة التوحيد ومنزلة التوحيد. حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بأن يفعل شيء يضر بالتوحيد أو ينقص من مقامه وشأنه. وقوله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا من حمايته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد، أنه اجتهد عليه الصلاة والسلام في سد كل الذرائع والوسائل والطرائق التي تفضي بالناس إلى الشرك، وحذر منها أشد التحذير، وأنذر أشد الإنذار، وأبدى في ذلك صلوات الله وسلامه عليه وأعاد.
الأبواب التي تقدمت فيها شيء من ذلك، فيها شيء، وأيضا ما سيأتي من أبواب، لكنه عقد هذه الترجمة ليبرز هذا المضمون العظيم وليخصه بعنوان يورد عليه رحمه الله تعالى من الأدلة ما يتضح بها ما يتضح به مقصود الترجمة. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات لنبينا عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا، ذكرها الله سبحانه وتعالى على وجه الامتنان، ذكرها سبحانه وتعالى على وجه الامتنان، مثل قوله في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهذا كله على وجه الامتنان، امتنان الله سبحانه وتعالى على الأمة ببعثة هذا الرسول الذي فيه هذه الصفات العظيمة، بعثة رسول عظيم فيه صفات عظيمة ونعوت جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى عنه. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم، أي تعرفون وتعرفون نسبه وتعرفون أمانته وتعرفون نشأته وتعرفون صدقه وتعرفون وفاءه وتعرفون كرمه، بعث فيكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه صلى الله عليه وسلم كل أمر يلحق بكم عنة، أي مشقة. فأي أمر يلحق بالناس أذى أو مشقة أو عنة هو شديد على أن النبي عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، أي راغب أشد الرغبة في كل ما في خير لكم وصلاح وفلاح ونفع في الدنيا والآخرة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي بلغ به الرأفة والشفقة بالمؤمنين مبلغا عظيما، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذه الصفات ذكرها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. مما تقتضيه هذه الصفات مقصود الترجمة، مما تقتضيه هذه الصفات مقصود الترجمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنذرهم وحذرهم من أعظم الذنوب خطورة وهو الشرك، وسد من حرصه عليهم كل منفذ، كل طريق، كل وسيلة توصل بالناس إلى الشرك بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل القبور. القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا تؤدى فيها الصلاة ولا تقصد لتحري الدعاء. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يشبه البيت بالمقبرة، لأن البيت إذا عطل من الصلاة وعطل من قراءة القرآن، عطل من الذكر، ذكر الله عز وجل، أصبح البيت شبيه بالمقبرة. ولهذا في الحديث الذي في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، لأن البيت الذي
لا يذكر فيها إلا يصبح يشبه بيوت الأموات التي هي القبور. ولهذا نهي عن أن تعطل البيوت عن الصلاة والقرآن والذكر لله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا مفسر لحديث أبي هريرة، هذا مفسر لحديث أبي هريرة، مفسر لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إذا قال ما معنى لا تجعلوها قبورا؟ يعني لا تعطلوها من الصلاة. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. النافلة أفضل في البيت، لأن إذا صليت النافلة في البيت ما أصبح البيت ماذا؟ ما أصبحت البيوت قبورا. وإذا عطلت من الصلاة أصبحت شبيهة بالقبور. أيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام وهو أيضا مفسر، قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. هذا حث على ماذا؟ قراءة القرآن. إذن إذا قرأ الإنسان القرآن في بيته وصلى في بيته وذكر الله عز وجل في بيته يصبح لم يجعل بيته قبرا، ولم تجعل البيوت حينئذ قبورا. إنما تكون البيوت قبور، يعني مثل القبور، إذا كان لا صلاة فيها ولا ذكر ولا دعاء ولا قراءة للقرآن. وإذا زاد على ذلك أن هذه الأشياء ليست فيها وفيها آلات اللهو، وفيها آلات اللهو تشتغل ليل ونهار، هذه مصيبة عظيمة وهلاك للبيوت ومضرة عظيمة بها. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أحيوا بيوتكم. هذا المقصود، أحيوا بيوتكم بالقرآن، أحيوها بالصلاة، أحيوها بالذكر. البيت يحيا بقراءة القرآن، بالصلاة، بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا الآن له علاقة بالترجمة، علاقة عظيمة جدا، لأن هذا من الحماية لحمى التوحيد وسد للذرائع التي قد تفضي بالناس إلى الشرك بالله عز وجل. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. ففيه نهي، نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص في وقت مخصوص. هذا هو اتخاذ عيد، أن يخصص وقتا من الشهر أو من الأسبوع ويخصص صفة معينة أو اجتماعا معينا في ذلك اليوم، اجتماع معهود، طريقة معهودة. هذا كله من اتخاذ القبر عيدا. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وإذا كان نهى عن اتخاذ قبره هو عليه الصلاة والسلام عيدا، وقبره أفضل القبور على وجه الأرض، فقبور غيره من الناس والصالحين باب أولى ألا تجعل أو لا تتخذ عيدا. العيد كما قال أهل العلم اسم لما يعود من الاجتماع العام، اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه مخصوص في وقت مخصوص، يعين له وقت من السنة أو من الشهر ويعين له صفة ويجتمع على 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 ذلك. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني مثل ما قال الحسن من آل البيت، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يخاطب رجلا في المدينة، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني هناك من يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. وهذا ثبت في حديث آخر، حديث صحيح، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام،
يبلغونني عن أمتي السلام. فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان من الدنيا فإن الملائكة تبلغ، فإن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا ينبه أهل العلم على خطأ يفعله بعض الناس في بعض البلدان البعيدة، إذا وجدوا زائرا ذاهبا إلى المدينة معتمرا وزائرا المدينة يقول له بلغ سلامنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وربما تكثر عليه الأسماء ويكثر عليه الطالبين، حتى إن بعضهم ربما إذا كثروا من حرصه يكتب أسماءهم بورقة ثم يقف معه قائمة ورقة طويلة يبلغ ويسبب زحاما في المكان، وربما لا يمكن من الوقوف الطويل بسبب كثرة الناس ومعه قائمة طويلة من الأسماء. هذا كله تكليف للأنفس بشيء لا أصل له. من قال لك بلغ عن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قل له لا تنتظرني لا أنا ولا أمثالي، نذهب إلى المدينة في أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ. أنا أذكر مرة جاءني أحد الأشخاص من الزوار قال إنه عدد من الإخوة في بلدي علموا أنني قادم فكلفوني بالسلام وكانوا كثيرين، فمن باب الحرص كتبت أسماءهم في ورقة حتى ما أفوت أي واحد منهم، ولما وصلت الآن المدينة فقدت الورقة ما أدري وينها ضاعت، فماذا أصنع؟ يستفتي الملائكة ما فيهم فقدت الورقة ونسيت الأسماء وأتذكر بعضهم ونسيت بعضهم، هذا ما هو موجود. الملائكة تبلغ الجميع لو كانوا آلاف لو كانوا ملايين. فمثل هذه الأمور يعني حتى ربما بعضهم يصبح تقل صلاته لا يحرص عليها إلا إذا وجد زائرا سيذهب إلى المدينة حتى يحمله. فالحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، هذا حث على الإكثار من الصلاة عليه والسلام صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي أي ساعة من ليل أو نهار، والملائكة تبلغ، الملائكة تبلغ كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. قوله لا تجعلوا قبري عيدا هذا كله داخل في الترجمة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده للوسائل التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. ثم أورد هذا الحديث عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. علي هذا من التابعين، بل يعد رضي الله رحمه ورضي عنه يعد من أفضل التابعين من آل البيت، من أفضل التابعين من آل البيت، حتى قال الزهري محمد بن شهاب رحمه الله ما رأيت قرشيا أفضل منه، كان معروف خاصة العبادة عبادته لله عز وجل، حتى إنه كان يلقب بزين العابدين، كان يلقب بزين العابدين لما كثرت مع عنايته و مواظبته على العبادة. قال عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى،
يدخل فيها فيدعو فنهى. الفرجة هي الفتحة، فرجة يعني فتحة في الجدار مثل الكوة أو نحوها، ورآه يأتي عند القبر ويدخل في هذه الفتحة فيدعو فنهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، وقال له وللحاضرين: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، يعني علي، من أبيه يعني الحسين، عن جدي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا الحديث مسلسل بآل البيت، هذا حديث مسلسل بآل البيت، يرويها علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. ففيه كما تقدم في الحديث الذي قبله النهي عن اتخاذ القبر عيدا، لأن هذا يفضي إلى الغلو، يفضي إلى الغلو، والغلو يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا كان منه عليه الصلاة والسلام حماية لحما التوحيد وسدا للذرائع التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله. قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني أكثروا من الصلاة في بيوتكم، وأكثروا من فيها من قراءة القرآن، وأكثروا فيها من ذكر الله. قال: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة، وفي الحديث أيضا الذي أشرت إليه: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. جاء في حديث آخر أيضا لشخص آخر من أهل البيت، الحسن بن الحسن بن علي، رأى رجلا عند القبر فناداه وهو في بيت فاطمة يتعشى، قال: هلما إلى العشاء؟ قال: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا دخلت المسجد فسلم، وذكر له الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. الحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه عن غير واحد من الصحابة نهيه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبر عيدا، واتخاذ القبر عيد أو أي مكان اتخاذ عيد بأن يقصد في وقت معين يخصص على صفة معينة باجتماع معين، وهذا من يفضي بالناس إلى الغلو، والغلو يفضي إلى الهلكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة. الأولى تفسير آية براءة، قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وصف الله جل وعلا في هذه الآية لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات يدل على أنه بيّن لهم التوحيد الذي هو أعظم الدين أعظم البيان، وحذرهم من الشرك الذي هو أخطر الأمور أشد التحذير، وسد كل سبيل أو ذريعة تفضي إلى الشرك. قال رحمه الله: الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم، هذا من حرصه فيما دلت عليه الآية، إبعاد أمة عن هذا الحمى غاية الحرص، من حرصه ورأفته ورحمته أنه عليه الصلاة والسلام أبعدهم عن الشرك غاية الإبعاد، وسد كل طريق يوقع الناس أو يوصلهم إلى الشرك، وهذا من عظيم نصحه وحرصه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. نعم، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. قال الله تعالى: حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بل إنه عليه الصلاة والسلام حرصه على الواحد منا
أشد من حرصنا على أنفسنا، أحرص على أنفسنا منا. وهذا المعنى يدل عليه قول الله تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من المعاني التي في تلك الآية أي أنه أحرص على المؤمنين من أنفسهم، وأنصح لك من نفسك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، زيارة قبره يعني مشروعة ومأذون بها، وتدل عموم النصوص. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر يأتي ويزور، يقف أمام القبر الشريف، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم، ثم قبر والده ويسلم، ثم قبر أبي بكر ويسلم، ثم قبر والده. كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول: السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، ثم ينصرف. فالزيارة، زيارة قبره، ما مشروعة وتدل عليها النصوص، لكنها عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبر عيدا، يعني زيارة على وجه ماذا؟ مخصوص، يخصص لها وقت، يخصص لها صفات وكيفيات، يخصص لها اجتماع ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم، هذا من المعاني التي قيلت في اتخاذ القبر عيدا، المعاودة وكثرة الزيارة، مثلا كل يوم بعد العشاء، أو مثلا في اليوم كذا، أو نحو ذلك. هذا من هذا الإكثار والتردد من اتخاذ القبر عيدا. قال رحمه الله: السادسة حثه على النافلة في البيت. السادسة حثه على النافلة في البيت. أما الفريضة بالنسبة للرجال، الواجب أن تكون في بيوت الله، لكن حث على النافلة في البيت بقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا يوضح الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم. قال رحمه الله: السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. أنه متقرر عندهم أي عند الصحابة أنه لا يصلى في المقبرة، فلما قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، واضح المعنى عندهم، يعني مثل أن المقبرة لا يصلى فيها، فلا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة لا يصلى فيها، فصلوا في بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مثل القبور. نعم. قال رحمه الله: الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، ولهذا جاء في الأثر: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فالإنسان في أي ساعة، في أي ساعة من ليل أو نهار، يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من القرب العظيمة، من القرب التي يتقرب بها إلى الله، الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله عز وجل على من يوفقهم الله عز وجل بمجالس العلم التي تقرأ فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أن فيها معونة لهم على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، لقوله: فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وهذا أيضا يوضح الحديث الآخر: إن لله ملائكة. فمعنى قوله تبلغني أي يبلغني سلامكم الملائكة، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. بهذا انتهى هذا الباب. ووقفت على فائدة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة تحدثت عنها بالأمس، كنت حثثت بالأمس أن نستغل
الليالي العشر هذه التي نحيا أوقاتها الشريفة الفاضلة العظيمة المباركة، وفيها تتحرى ليلة القدر، فإحياؤها بالصلاة وبالذكر لله عز وجل، وأفضل الذكر قراءة القرآن، وأفضل الذكر قراءة القرآن، فيعتني المرء بالقراءة. نبهت إلى مسألة يعني رغب بعض الإخوة أن أنبه عليها، وهي من لم يجد نشاطا للقراءة لا يشغل من هو منشغل بالقراءة، لا يشغل من هو منشغل بالقراءة، إذا ما وجد نشاطا ورأى زميله يقرأ يتركه في القراءة، لا يأتي ويسلم عليه ويشغله كيف حالك أخبارك وين رحت وين جيت إيش أكلت اليوم في الفطور، ويعطل عن قراءته بسوالف يعني يؤجلها بعد العيد، يسأل عنها بعد العيد، لكن الآن في العشر هذه يتركه. والأفضل له إذا رآه يقرأ بدل أن يشغله يتأثر به ويقرأ مثله، يأخذ مصحف ويقرأ، فلا لا لكن لا يأتي إليه ويشغل عن القراءة. فأنا أؤكد على هذه المسألة، إذا رأيت أحد زملائك أو أصدقائك ولك رغبة قوية أن تسلم، كل ما دام منشغل المشغول لا يشغل، وانتظر حتى يفرغ من قراءته وسلم عليه، أما وقت القراءة لا تقطع، وخاصة إذا كان يقرأ من حفظه، هذه أيضا مشكلة أخرى. الشيخ ابن عثيمين يقول إن السلام على قارئ القرآن وهو مشتغل بالقراءة لا ينبغي، لأن هذا يشغله، وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب يعني يقرأ من حفظه، إذا سلم عليه أحد ارتبك في القراءة، ثم نسي أين وقف عليه، ويبدأ يعني لما يمشي هذا المسلم يفكر وين وقف ويحاول يسترجع، وربما رجع إلى قدر آخر سبق أن قرأه فيربكه، وإذا جاءه ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، هذا كله تعطيل له عن هذا المشروع المبارك الذي هو مشتغل فيه. قال ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين ما وقفوا عليه، لأن الأمر يأتيهم بغتة، المسلم يأتيه بغتة، فربما يكررون الآيات عدة مرات إذا كثر المسلمون عليهم، لهذا ينبغي ألا تسلم على من كان مشغولا إلا إذا انتهى شغله يعني في قراءته، فبإمكانك أن تسلم عليه. والمسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، هل يسلم على قارئ القرآن أو لا يسلم عليه، هذه مسألة يعني مبحوثة في كتب الآداب، وكتب أيضا أخلاق حملة القرآن وآداب حملة القرآن، وفي كتب الأحكام مبحوثة، والخلاف فيها معروف عند أهل العلم، لكنني أنا أخص هذه الأوقات الفاضلة الثمينة العظيمة بمزيد اهتمام منا جميعا بالصلاة وقراءة القرآن وكثرة الدعاء، والأحاديث الجانبية إن شاء الله ندركها فيما بعد، إذا انتهت هذه الأوقات الشريفة ندرك ما الأحاديث الجانبية. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده،
لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، غنمنا أجمعين بركات هذه العشر. آمين. وغنمنا بركات ليلة القدر. آمين. ووفقنا في هذه الليالي المباركة لكل خير. اللهم عنا فيها وفي كل حين على آمين. ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.